الفرحة كبيرة جدا جدا جدا. الأهلي، نصر الأهلي العالي اللي رافع راية مصر في كل مكان، مبروك لكل الأهلوية. وده قدرنا نغيب عن حضراتكم في السادسة 24 ساعة عشان نرجع نحتفل ببطولتين من العيار التقيل. مبروك طبعا لرجالة الطايرة اللي حققوا دوري أبطال أفريقيا امبارح على حساب الترجي التونسي، ومبروك كمان لرجالة الباسكت اللي حققوا دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري. عمالقة الأهلي مسيطرين على القارة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، والبداية الحقيقة مع شهر مميز جدا. أتمنى جدا أن يكون شهر البطولات، البداية من أبطال اليد اللي فرحونا بكأس سوبر أفريقيا على حساب الزمالك في النيجر، ومبارح كان فرحة كبيرة جدا بتتويج الأهلي بطلا لأبطال الدوري على حساب الترجي التونسي، والكلام في تونس. أما في مصر كان موعدنا مع واحد من عمالقة كرة السلة في مباراة فاصلة بعد التعادل بنتيجة 2-2 عشان يقدر الأهلي يحقق لقب دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2. مبروك لكل الأهلوية، ولسه قدامنا المشوار طويل. شهر 5 من الممكن أن يكون شهر بيحمل رقم قياسي جديد للنادي الأهلي. عندنا بطولتين مهمين جدا، الأهلي أبطال اليد النهاردة بيلعبوا في بطولة أفريقيا، بطولة كاس كؤوس أفريقيا في مواجهة دون بوسكو الإيفواري، والنتيجة حتى اللحظة دي 30-18 في الشوط الثاني ومتبقي ربع ساعة. فوزنا النهاردة إن شاء الله يأهلنا للمباراة النهائية يوم الخميس اللي جاي، وإن شاء الله بإذن الله تكون بطولة جديدة لكرة اليد. وما ننساش الجائزة الكبرى بإذن الله تكون إن شاء الله معادنا معاها في 30-5 كرة القدم دوري أبطال أفريقيا النهائي أمام الوداد في المغرب المرة دي، وهكلمكم طبعا على آخر المستجدات. فوتبول، هاندبول، باسكتبول، فوليبول، الأهلي مسيطر في كل مكان. مبروك لكل